السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا على قناه بريطانيه اشنو قالوا حول الازمه اللي كاينه ما بين المغرب وتونس، وهذا القرار المنفرد اللي اتخذه قيس سعيد بانه يستقبل بنو بطوش بمقابل مادي من الجزائر. تونس اللي ولات ولايه جزائريه، وهذا الشيء قالوا الجزائريين على المباشر وفي عده منابر اكدوها بان راه تونس ولات ولايه جزائريه والقرارات ولات كتجيها من الجزائر. وبالتعنت ديال قيس سعيد تونس من ازمه الى ازمه، وغدا كتغرق وغدا الحضيض لانه ولا بيضق في يد الكبرانات ديال فرنسا. فنخليكم مع هذا الفيديو، نتمنى انكم تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. بوادر ازمه دبلوماسيه تلوح في الافق المغربي التونسي بعد استدعاء البلدين لسفرائهما على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي. كان ذلك في إطار قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا تيكاد 8. في هذا الفيديو الذي سنعرضه لكم يظهر الرئيس سعيد في استقبال إبراهيم غالي في مطار قرطاج الدولي. هذا الأمر أثار حفيظة المغرب تجاه تخصيص الرئيس التونسي استقبالا رسميا لزعيم الجبهة الانفصالية بحسب وصف الخارجية المغربية. إذن مشاهدينا، على إثر الاستقبال استدعى المغرب سفيره لدى تونس حسن طارق وأعلن مقاطعته لقمة تيكاد 8 المنعقدة في تونس. وقالت الخارجية المغربية في بيان لها أن استقبال غالي في القمة الأفريقية اليابانية هو عمل خطير وغير مسبوق ويجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي. تونس تعمل على مضاعفة المواقف والأفعال السلبية المستهدفة للمملكة المغربية ومصالحها العليا. يأتي هذا التوتر مشاهدينا بعد نحو أسبوع فقط على تأكيد العاهل المغربي محمد السادس أن موقف الدول تجاه قضية الصحراء الغربية هو المعيار والمحدد لعلاقات المملكة الخارجية. نشاهد. وجه رسالة واضحة للجميع، إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات. لذا ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل. إذن بعد سحب المغرب لسفيره اتخذت تونس خطوة مماثلة واستدعت سفيرها هي الأخرى لدى المغرب محمد بن عياد للتشاور. وأعربت الخارجية التونسية في بيان لها عن استغرابها مما ورد في بيان المملكة المغربية. تقول من تحامل أنه تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أضافت تونس أنها تحافظ على الحياد التام إزاء النزاع في الصحراء الغربية، وأن الاتحاد الإفريقي المشارك في تنظيم تيكاد هو من دعا الجمهورية الصحراوية. انسحاب المغرب من المؤتمر الياباني الإفريقي تسبب باستياء واحتجاج لبعض الدول أو لدى بعض الدول الإفريقية الصديقة للمغرب والمشاركة في الندوة. لنستمع إلى ما قاله رئيس السنغال ماكي سال. تأسف السنغال لانعقاد اجتماع التكاد هذا بغياب المغرب العضو البارز في الاتحاد الأفريقي، وذلك بسبب اختلاف في الآراء بشأن مسألة التمثيل، ونأمل التوصل لحل دائم لهذه المشكلة مستقبلا من أجل عمل منظمتنا بشكل مريح. كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا عبر الكثيرون عن آرائهم حيال التوتر المغربي التونسي. فهنا ميمي تقول في هذه التدوينة: مشاركة الرئيس الصحراوي في قمة تيكاد 8 بتونس واستقباله من طرف رئيس تونس هو اعتراف بعدالة القضية الصحراوية وإعادة لتحديد المواقف الإفريقية منها بعدما دعا الملك المغربي الدول الصديقة لتحديد موقفها.
بينما تذهب عائشة إلى القول كيف للرئيس قيس سعيد أن ينقلب على عقيدة تونس والتونسيين وينضم إلى جوقة الدول التي تبتز المغرب في وحدته الترابية للبحث عن موطئ قدم في مربع العلاقات الدولية. فالتموقع يتحقق ببناء الأوطان لا بالتآمر والابتزاز. قيس سعيد ينجح في إفراغ القمة مقابل استقبال ملغوم لكيان وهمي. أما هنا تغريدة لبدر يرد فيها على تغريدة أخرى يقول أنت تقبل المغرب يدعم حركة انفصالية في تونس؟ علامة استفهام. لن تجيب على سؤالي وأكيد لن تسمح لأي دولة بأن تدعم الانفصال في بلدك، وحنا كمغاربة مستعدين لقطع العلاقات مع الكرة الأرضية كاملة إذا تعلق الأمر بالوحدة الترابية. لكن مشاهدينا، منذ إعلان جبهة البوليزاريو عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في عام 1976 نشأت علاقات بينها وبين العديد من الدول الإفريقية، كما أنها تتمتع بعضوية كاملة في الاتحاد الإفريقي. هذا طبعا هو على ما يبدو علم جبهة البوليساريو، ولكنها ليست عضوا في الأمم المتحدة ولا في جامعة الدول العربية، بل تصنفها الأمم المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بحكم ذاتي. أما التوتر بين تونس والمغرب يعد سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين. إذا التزمت تونس حيث التزمت تونس حيادا إيجابيا منذ سنوات طويلة تجاه قضية الصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على نحو 80% من مساحتها ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيطرته، بينما تسعى البوليساريو إلى جعلها دولة مستقلة. شكرا لك الأخت كلثوم، وشكرا لقناة ميديان تي في على الاستضافة. طبعا تلقينا هذا الموقف بكل أسى وأسف، لأننا نعتبره خيانة، وكما يقال لا يؤلمنا فعل الخيانة بحد ذاته بقدر ما يؤلمنا الفاعل، والفاعل هنا هو بلد شقيق، وأنا أتحدث هنا عن الرئاسة التونسية ولا أتحدث عن الشعب التونسي الشقيق، لأن الرئاسة التونسية هنا لم تحترم هذه الأواصر التي تجمع بين البلدين من حسن جوار ومن عادات ومن تقاليد ومن روابط كبيرة أساسها المغرب الكبير. والمؤسف في الموضوع أن المغرب لم يكن في إطار علاقاته مع تونس إلا وفيا وصادقا وبناء في الكثير من المبادرات الجادة والصادقة. وهنا لا يفوتني أن أذكر بزيارة سيدي صاحب الجلالة إلى تونس سنة 2016 في ظرفية أمنية صعبة، وهنا لابد أن أشير إلى أجواء زيارة جلالته إلى تونس. لا ننسى الصور التي كان يلتقطها أبناء الشعب التونسي الشقيق مع جلالته، كذلك الرسائل السامية الملكية لبناء تونس ولتحسين العلاقات التونسية المغربية في إطار بناء مغرب كبير. كذلك دعوة جلالة الملك الرئيس التونسي عبر مكالمة هاتفية لزيارة المغرب. فلا يمكننا إلا أن نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب ليلى، إذا تعمقنا في هذا الموقف التونسي وفي هذه الخطوة التونسية من خلال استقبال رئيس جمهورية وهمية، ألا تترجم هذه الخطوة أو ألا تعكس يعني رضوخا لضغوط خارجية قد تكون إقليمية أو أجنبية؟ طبعا في البداية الأخت كلثوم، وضع البلد بصفة عامة لا يبشر بالخير، لأن الرئاسة التونسية لم تكن منشغلة بأمورها وبمطالب الشعب. نحن نعرف المشاكل التي لدى الرئيس مع النقابات، حل البرنامال، أيضا الرئيس لا يستجيب للشارع التونسي وإلى مطالب الشارع التونسي، لأن الرئاسة التونسية لو كانت مهتمة بأمورها وبشؤونها الداخلية لكانت بنت عهدا جديدا لتونس، ولكانت استمعت بشكل ديمقراطي لمطالب الشعب. لكن يبدو أن الرئاسة التونسية الحالية تتخذ الكثير من الإجراءات الارتجالية
التي تسببت في وصول تونس إلى ما وصلت إليه الآن، ثم أن هذا القرار طبعا أتى بناء على ضغوطات خارجية وكذلك بناء على أموال تلقتها الرئاسة التونسية من أطراف نحن نعلمها جميعا وأترفع حتى عن ذكرها. هذا القرار أو هذه القرارات السياسية الارتجالية حتى في شؤون تونس كبلد انعكست للأسف الشديد على قرارات أخرى ارتجالية بشأن علاقة تونس مع بلدان الجوار ومع بلد لم تشهد منه إلا أواصر المحبة وروابط وقرارات بناء مغرب كبير. ليلى داهية النائبة عن جهة العيون الساقية الحمراء ورئيسة تجمع الشباب داخل البرلمان الإفريقي، أشكرك على كل هذه التوضيحات. أذكر أنك كنت معنا مباشرة من جوهانسبورغ. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.